وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل يسأل ويقول: ابني عمره 23 سنة ولكنه مهمل في الصلاة إلى أبعد حد، لا إله إلا الله، فكيف أتصرف معه؟ أنا وأمه حريصون على ذلك وربيناهم على الالتزام بالصلاة، ولكن مع الأسف أصبحت أراه لا يصلي أحيانا، وحتى صلاة الفجر لا يقوم، وكل يوم ونحن معه في مشكلة بسبب إيقاظه، فما العمل وفقكم الله؟ والله إني فكرت أن أخرجه من البيت، ولكن هل سيصلي إذا فعلت ذلك؟ ومع من سيذهب؟ وأخاف عليه من أشياء أخرى. أرشدني أرشدني أرشدك الله وفقك. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب، وإياك. اللهم أجرنا في مصيبتنا يا رب، واخلف لنا خيرا منها. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح لي في ذريتي يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. أخي الحبيب الغالي، أمر الصلاة أمرها عظيم، أمر الصلاة أمرها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، كما عند أحمد وأبي داود. وإنكم قد ربيتموهم على هذا الأمر الطيب وعلى الصلاة، فاستمروا في النصح، واستمروا في الإرشاد، واستمروا في التوجيه، واستمروا في الترغيب والحث على الصلاة. ولا بأس أحيانا أن تكون هناك شدة. وقال أهل العلم أنه لا بد من الترغيب والترهيب، لعل عتبك محمود عواقبه، ولربما صحت الأجساد بالعلل. إيه معنى هذا الكلام؟ يعني يكون مرة ترغيب ويكون مرة ترهيب إلى غير ذلك. أيضا من الأمور المهمة جدا التي يغفل عنها الناس في هذا العمر 23 سنة، يعني يكون في الجامعة أو تخرج قريبا في الجامعة وله أصحاب إلى غير ذلك مما الآن والجوالات مثل هذه الأشياء، النظر إلى القرين، إلى الصديق. عليك أن تتفقد رفاقهم وأصحابهم وأصدقائهم، فالمرء على دين خليله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال ربنا عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأيضا فالقرين بالمقارن يقتدي. فلعل تقصير فضيلتكم في هذا الأمر، يعني تفقد الأصحاب إلى غير ذلك، هو الذي أدى به إلى رفقة سيئة، ويخشى عليه من هذه الرفقة السيئة أن تجره أيضا إلى ما لا تحمد عقباه من الدخان والمخدرات. الله يحفظنا وإياكم وذرياتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. فلابد، الصاحب ساحب والجرباء تعدي، فلابد أن تتفقد هذه النقطة، مهمة جدا جدا. فلعله أنه اجتمع بصحبة سيئة مقصرة في الصلاة متساهلة في أدائها، فنشأ عنه أنه أصبح يماشيهم في ذلك، يماشيهم في ذلك. فلا بد من البحث عن الرفقة وأن تغيرها له إلى رفقة صالحة طيبة. وأيضا احرص على اصطحابهم كلهم قدوة رعاك الله، وكما قلت في سؤالك أنك والوالدة والدتهم كنتما حريصين على الصلاح لهم، فاستمرا في ذلك. وأيضا على الوالدة أنها تؤكد عليه: يا ابن الصلاة، الله يوفقك، الله يعينك، الله يسهل لك، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. فاحرص عليهم، على اصطحابهم بعد تفقد الأصحاب أنك تصطحبهم بنفسك، واحرص عليهم أن تجعل لك معك مجلس معهم، اقترب من ابنك، خاويه في هذه المرحلة الخطرة جدا من هذا العمر. وربما هناك تقصير في مسألة أنك أنت أن تكون صديقا صاحبا لهم، ليست القصة فقط، أيضا في الترغيب في أن يحبك وأن تقترب منه أكثر. نعم، الآباء يبذلون شيء كبير، لكن الآن الأمور تغيرت وأصبح المخببون كثر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وذرياتنا، فاقترب منهم أكثر فأكثر، وأعطيه الهدية، واجعله في زياراتك، واجعله في خرجاتك، واجعله في طلعاتك، صاحبه، خاويه، يلا يا ابني إلى المسجد، إلى غير كذا، واصبر على ذلك. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها، لا واصطبر عليها.
فكن له مثل الخوي في الفترة هذه. اجتهد أيضا في الدعاء أنت والوالدة بقدر المستطاع، الدعاء بالهداية، الدعاء بالصلاح، وهذا الدعاء باب عظيم. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال انظر في هذه الأمر، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. وكان السلف يصلون الليل ويدعون لأبنائهم بالصلاح والهداية. ويقول الشيخ بن باز: العناية بأهل البيت لا تغفل عنهم يا عبد الله، عليك أن تجتهد في صلاحهم وأن تأمر بنيك وبناتك بالصلاة للسبع وأن تضربهم عليها لعشر ضربا خفيفا يعينهم على طاعة الله، يعودهم أداء الصلاة في وقتها حتى يستقيموا على دين الله ويعرفوا الحق كما صحت به السنة. وكما نحن حريصين في المذاكرة وللجد والاجتهاد لأبنائنا في دراستهم، وربما أحيانا نقاطعه لأنه لم يذاكر المادة أو لم يذهب إلى المحاضر أو لم يذهب إلى المدرسة، فيكون أيضا هذا من الباب أولى. إن وجدت المقاطعة تثمر معه أقاطعه، فقد قاطع النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك وهلال بن أمية مرارة بن ربيعة كما قال ربنا في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا قاطعهم 50 يوما. ثم الآن أنا أعطيك مجموعة من الأساليب التي تعين على تأديب الأولاد وتربيتهم على الصلاة وتعظيم قدرها. أولا أن تكون قدوة لهم رعاك الله في حرصك على الصلاة وعلى مواقيتها، أن تحرص كما قلنا أن تصاحبهم وأن تأخذ بيدهم معك إلى من الصلاة، والأم أيضا تحرص على ذلك، تكون جميعا معا يدا واحدة. أيضا عمل ملصقات في البيت والتذكير بأهمية الصلاة وبأنها ركن عظيم، وأن تشركهم في ذلك: يلا يا أولادي أريد منكم أن تحضروا لنا يوم كلمة عن الصلاة، إلى غير ذلك. أيضا أن تقرأ عليهم في سير الصحابة، اجعل لك جلسة في البيت، مجلس في البيت في الأسبوع مرتين إلى غير ذلك، تجمعهم على مائدة القرآن وقصص الصحابة الكرام كما في قصص الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا إلى غير ذلك. أيضا أنك أنت ترغبهم في إقامة الصلاة ومواقيتها، وأن الله وعد من يقيم الصلاة بالجنة كما جاء ذلك عند أبي داود من حديث عبادة بن الصامت: إن اللي يصلي 5 صلوات ويحسن الوضوء ويصليها في وقتها ويتم الركوع فيها والخشوع عهد على الله أن يغفر له، ومن لم يفعل ذلك فليس على الله عهد، إن شاء غفر الله وإن شاء عذبه. أيضا استغلال كافة الوسائل المتاحة من النصح بالرقة والكتب، الأشرطة، الترغيب، الهدايا إلى غير ذلك. أيضا مصاحبة الطيبين، أيضا أن نكون إيجابيين في البيت، التشجيع المادي، التشجيع الأدبي، هدايا عينية، عبارات الثناء والتشجيع: ما شاء الله يا ابني، الله حي، الله أكبر، ما شاء الله، إيش النشاط هذا، يلا يا شباب، الله، وهكذا إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. أيضا أن نستخدم الأسلوب النبوي في معالجة أمر الصلاة، اللي هو مروهم للسبع وضربهم عليها لعشر ضربا غير مبرح، مع مراعاة الحكمة في ذلك. أيضا أحيانا أيضا يعني نوظف الشدة في موضعها الصحيح، الزجر بالهجر أيضا: لعل عتبك محمود عواقبه ونرمى صحة الأجساد بالعلل، مع الدعاء والتضرع إن الله يهديهم ويصلح حالهم، وعدم الملل. لا تمل أيها الوالد الكريم، أيتها الوالدة الكريمة، من التذكير والنصح والتأديب، حتى وإن رأيت من أولادك تفريطا وتهاونا إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. الأمر الآخر أيضا أنقل هذه المشكل لمن تثق فيه من العائلة، من عم أو من خال فيه حرص على الصلاة وكذا، لكي يكون معينا لك أيضا في التأثير على هذا الولد. وأسأل الله أن يصلحه يا رب العالمين، يصلحنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذرياتنا واجعلنا وإياهم من أهل الصلاح والطاعة والتقوى يا رب العالمين. أرحم أبي وأخي وعمي
وجميع أمة المسلمين وعلى طاعتك احفظ وارزقني بالله يا رب العالمين. تم تحرير سلطين في عشية يوم الأحد لخمس خلونا من ذي القعدة الحرام لعام 43 و400 عليه الصلاة والسلام. ويا ريت أيضا الله يرضى عليك أنك ترتب عمرة في ذي القعدة عملا بسنة النبي، وتأخذ الأولاد تطلع بهم دي العمرة كده سبحان الله، وتقربوا من هذه الأجواء الإيمانية الجميلة. نفع الله بكم جميعا، صلى الله عليه وسلم.